اهلا بكم بالمودرن وورفير 3، حيث السرعه والاجواء اللي افتقدناها من ايام المودرن وورفير 2019 الحديثه. وهذا الفيديو راح نفلس تريلر ملتي بلاير مال مودرن وورفير 3 ومليان شغلات خرافيه. وبنفس الوقت راح نحكي عن سيستم القرن سميث الجديد. قبل ما نبدي احب اشكركم على دعمكم الخرافي باخر فيديو، كتبتوا لي هواي هواي كلام حلو، وانا من النوع اللي ما يتاثر بالكلام الحلو هواي، بس كلامكم يعني كان صدق له تاثير الحلو على هذا الإحباط اللي تعرضت. فشكرا كل واحد قضى ثواني أو دقائق كتابت هذا التعليق، لأن بسببه نفسيتي هواي تحسنت. شكرا من القلب، من أعماق قلبي على كل كلمة كتبتوا ليها. خلينا نشوف التريلر مال ملتي بلاير بالبداية، وراها نبدي نحلله ونشوف كل التفاصيل اللي ما انتبهتوا عليها. أول شيء التريلر شقاقي بكل معنى الكلمة. ثانيا لازم تعرفون طريقة عرض التريلر دائما إلها علاقة باللعبة نفسها، يعني ما أعرف إذا انتبهتوا إنه شكو تريلر نزلوا المودرن وورفير 3 مخلي له أغاني قديمة، أما بهذا التريلر تحديدا مخلي لك أغنية إمينيم اللي كانوا حاطيه أصلا بتريلر المودرن وورفير 2 القديمة. شيء ثاني اللي انتبهت عليه إنه طريقة عرض التريلر سريعة كلش، مبين الموفمنت سريع، الحركات سريعة، حبشكلات كلها سريعة، وهذا الشيء يطير رسالة ثانية ان اللعبة رجعت سريعة واسرع اهم من ايام قبل. اذا ما صدقون كلامي فروحوا شوفوا التريلر مال مودرن وورفير 2، راح تشوفون الاغاني شنو مخلين وراح تشوفون طريقة عرض الفيديو البطيئة جدا. المهم بداية الفيديو يستعرضوا لك المابات الكلاسيكية اللي راح تنزل بداية انطلاق اللعبة، وراح يكون عددها 16 ماب. هنا بينوا لك مقر الشادو كومباني وشخصيات من الشادو كومباني وعلى راسهم القائد ماكروف. وهذه اللقطة يبينوا لك واحدة من اشهر المابات مال مودرن وورفير 2. اللي لاعبين قصه المودرن وورفير 2 القديمه يعرفون انه هنا صارت اسرع طفره بالتاريخ، وهذه اللقطه يبين لك واحده من الفينش موفات رهيبه للغايه. وهنا دي يستعرضوا لك المابات الايقونيه مال مودرن وورفير 2، واكيد لاحظتوا شغلتين اساسيات: الوان المابات المشبعه وبنفس الوقت الوضوح العالي، وهذا الشيء افتقدناه بشكل كبير للغاية بالمودرن وورفير 2. وهذه أول لقطة تبين أنه تقدر ترمي بالسلاح أنت وتسوي سلايد. وإذا لاحظتوا أن المودرن وورفير 3 برعاية الأسلحة الأكيمبو، يعني راح تشوفون هواي لقطات دبل بيستول، دبل اس ام جي، دبل حبشكلات. وهنا بدأوا يستعرضوا لك سكنات الفولت إديشن، يعني لازم تدفع $100 على مدة تحصلهن. بصراحة هذا الجزء مبين سكناته رهيبة للغاية وكلش كلين أهم شيء هذا الكليرتي.
واللي متابعني على البث المباشر يعرف انه دائما انصح الناس انه نهائيا ما يشترون اي سكن من سكنات المودرن وارفير 2 وينتظر سكنات المودرن وارفير 3، لان كنت متاكد راح تكون سكنات قويه. هنا يبينون لك كل ستريك جديد وهو عباره عن طياره تشمره بالجو وتروح على العدو، وهذا الكل ستريك كان موجود بالبلاك اوبس 2 بس صراحه ناسي اسمه. بهذه اللقطه تبين صواريخ عملاقه توقع على الماب، وما اعرف اذا هذا كل ستريك، لان كل ستريك بالعاده تكون صواريخ يعني مو كلش كبيره للغايه، فممكن يكون للنيوك الجديد باللعبه يكون عباره عن صواريخ كبيره توقع على الماب، او ممكن يكون كل ستريك بس تحتاج له هواي كلات فوق العشر كلات. بهذه اللقطه تبين انه تقدر تستعمل سلاح ثقيل خلال الغوص، وهذا شيء مو موجود بالمودرن وارفير 2، تقدر تستعمل فقط بستولات خلال الغوص. اول ما شفت هذه اللقطه حسيت روحي بالمودرن وارفير 2019، وعدا هذا في اكو تحسن كبير بالجرافيكس. لا تقولوا لي ولا اقول لكم، اكو تحسن قوي بالجرافيكس. وهنا شايل الكرامبت نايف، واخيرا يعني اضافوا كرامبت نايف بالكول اوف ديوتي. واللي ما يعرف هذه شنو النايف، فهي دائما تكون امتع نايف بالالعاب كلها. هذه هي سكنات الفولت اديشن. شوفوا شباب، اني ما راح انصحكم باي شيء، بس الفولت اديشن ما اعرف يعني احسه يسوى جدا. مع العلم انا راح احصل اللعبه مباشره من اكتيفيجن، راح يدزوا لي اياها، بس حتى لو ما دزوا لي اياها فراح اشتري فولت اديشن، والسبب انه اقدر اشتري فولت اديشن بسعر جدا قليل بالستيم التركي. ثانيا بي شغلات هواي تسوى مثل البلاك سيل والباتل باس وشغلات يعني اول وتالي راح ادفع عليها. باقي الاسكنات هذه يعطوني اياها عبالك اضافات يعني زايد خير. بهذه اللقطه تبين انه الجاجرنت ابو الاوتو شوت جان رجع مره ثانيه، واتوقع هذه من اكبر مصيبات الحياه يعني هذا واحد حصل جاجرنت ابو الشوت جان عمي جي. اما هذه اللقطه فاسميها اللقطه الدسمه. اول شيء شغل لك كل ستريك اي ام بي، وهذه الطياره بس انفجرت فجرت وياها شكو كل ستريك موجود على الماب كلها، من طيارات من اجهزه من كل شيء. وهنا بين السلايد كانسل، وبنفس الوقت فجر شغله على مود يقتل العدو، وهذا الشيء يبين انه اكو تفاعل بالماب راح يصير بعد اكثر من قبل. وبنفس الوقت هم الكل فيد تغير صار اصفر وطوخ كلش، وهذا الشيء اللي كنت اريده من زمان جدا. واكيد لاحظتوا الوضوح مال اللعبه، وضوحها وتجسيمها جدا جدا عالي. وبنفس الوقت اكيد انتبهتوا على الميني ماب، رجعوها مثل قبل، اي واحد يرمي بسلاح بدون كاتم راح يبين على الماب. وهذه اللقطه يبين سلاح الام بي اكس اتوقع هيك اسمه، وبنفس الوقت الكل ستريك صار باللون الازرق، فاتوقع انه التيم مال شادو كومباني راح يكون كل ستريك مالته باللون الاحمر، فريق الاخيار اللي هم كابتن برايس وربعه راح تطلع الكل ستريكات باللون الازرق، مجرد توقع لا اكثر. هنا يبينوا لك طور جديد عباره عن ثلاثه واحد ضد الثاني، واكيد داخل ماب روست، وهنا دا يستعمل سنايبر الانتي تانك اللي اتوقع نفسه كان بالكولد وور، بس هنا اكيد شكله فخم اكثر. بيستول ريفولفر جديد، صح هنا نبين لك الفينش موف، بس متاكد انه طريقه اللعب بالسلاح راح تكون هيك، ممكن انه بالبدايه اول ما تفتحه ما راح يكون يعني تستعمله بهذه الطريقه، بس ممكن تكون اكو اضافه على هذا البيستول تستعمله مثل ربع الكابوي. اما بهذه اللقطه فاهلا بكم بالوور زون الجديده. الماب على اساس اسمها اوزبكستان، وعلى اساس انه هي ماب مستلهمه من الفردانسك، يعني راح تشوفون بها اماكن هوايه تشبه الفردانسك. بصراحه هذا الشيء جدا يبعث التفاؤل، يعني هذه الماب اذا صدق كانت بهذا الشكل بهذا الوضوح وبنفس الوقت تشبه فردانسك، وهذه راح تكون هي اول عوده للباتل رويال، لان خلال تحديث الكولد وور من صارت الفردانسك لونها اخضر انا تركت الباتل رويال، ولحد هسه انا تارك الباتل رويال بسبب انه اي ماب ينزل الباتل رويال تكون سيئة جدا للغاية، وممكن هي هذه العودة العظيمة. هنا بين لك SMG Akimbo حاطين عليه فد سكن كارتوني كلش ما عجبني، اما الباقي اللقطات فهي كلها من خريطة ماب الورزون الجديدة. بالنسبة لي انا جدا متحمس، بس اما مخلي النسبة كذا بالمية انه ممكن اللعبة راح تخيب الظن من نواحي معينة، فخلنا ننتظر. الكود نيكست راح ينزل يوم 5 بالشهر اللي انا ما راح اكون به الحمد لله الشكر، راح يبينون طريقة اللعب بالورزون والملتي
بلاير حتى الزومبي على اساس هناك شوفوا حكموا. بنفس الوقت هم انتظروا لسه بري اوردر نهائيا، لعبوا اللعبه يوم 6 بالشهر جماعه بلاي ستيشن، جربوا اللعبه من كل النواحي وبوقتها عود قرروا تشترون اللعبه او لا. هسه نجي نشرح لكم الافتر ماركت بارتس اللي هي نوعيه جديده من الجن سميث، تعديل الاسلحه. فبالمختصر بالمختصر المفيد جدا انه السلاح اللي استعملته ومكست على خير انه ممكن ترجع له مره ثانيه بسبب الافتر ماركت بارتس. الافتر ماركت بارتس تغير السلاح بشكل جذري. يعني البيستول تسوي لك يا اس ام جي، هسه عندك هذا البيستول يرمي سنجل فاير، بس بسبب الافتر ماركت بارتس سوت سلاح رشاش. ممكن الافتر ماركت بارتس تسوي السلاح يضرب هيف فاير بشكل كلش قوي، ممكن تسوي سلاح ثقيل كلش يصير خفيف، ممكن يصير بالعكس، ممكن السلاح تسوي اكيمبو تستعمل دبل اس ام جي وهكذا. حاليا ماكو معلومات قويه جدا عن هذا الموضوع، وراح يكشفون معلومات المعمقه اكثر يوم 5 بالشهر ويا كول اوف ديوتي نيكست. بالنسبه للاتاتشمنت فبعد 6 اتاتشمنت تقدر تخلي على السلاح، والتيون هم بعده موجود، والدليل هي هاي الصوره. هذا هو كل شيء عندنا الفيديو اليوم. اذا عجبك الفيديو بينا حين من ناحيه واستفاديت فسوي لنا هذا اللايك، اذا تريد تشوف بعد فيديوهات الكول اوف ديوتي والعاب في اس ثانيه سوي لنا سبسكرايب وفعل جرس شعارات. اهم شيء حاليا انا رجعت للبثوث اليوميه مره ثانيه صراحه اللي واسب بشكل مو طبيعي بالالعاب، لانه هذا الشهر هو شهر ذهبي نزلت بيه كومه العاب حلوه. حاليا لنشن تارك البثوث فمشاهداتي نزلت بشكل مو طبيعي، احتاج دعمكم على التويتش خاصه، اريد اوصل في 80 واحد يتفرج عليهم بنفس الوقت مده شهر كامل حتى نفتح البارتنر. اقدر احقق هذا الشيء بسهوله، اجيب جماعه الفيسبوك واخليهم ويا التويتش ويتحقق الامر، بس اريد ابقي جماعه الفيسبوك وحدهم جماعه التويتش وحدهم. اتمنى ما تفشلوني وتتابعوني على المنصتين، واتشرف بيكم جميعا. يا شباب شكرا على المشاهده ووقتكم الثمين، اشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم، مع السلامه.